السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم سأتكلم وأتحدث عن تفسير شامل لرؤية البيت في المنام. كثير منا يرى يعني البيت، فما معنى رؤية البيت القديم أو الجديد في المنام؟ بناء بيت جديد، ترميم بيت إلى آخره. سوف أتحدث عن كل هذا في هذا الفيديو إن شاء الله. في الحقيقة البيت هو مكان سكن الإنسان، البيت هو الأمان، هو الأمن، هو الهدوء النفسي. لكن البيت قد يكون كذلك هو مكان لتخطيط المكر، لتخطيط الخديعة إلى آخره. كذلك البيت هو يفسر في المنام بالمرأة أو الزوجة، لأن المرأة هي أساس سكن البيت. يفسر كثير من المفسرين أن من رأى أنه يملك بيتا في الجنة في منامه فإن هذا الشخص يترك الجدال، ومن رأى أنه يملك بيتا في النار فإن هذا الشخص يجادل الناس كثيرا ويضرهم بلسانه، والله أعلم. من رأى أنه يبيع بيته في الحلم فذلك يدل على ذهاب الأمن، وكذلك يدل على ضياع الأسرة. ومن رأى أنه يبيع بيته في المنام بثمن بخس فهو لا يحافظ على روابط أسرته. ومن رأى أنه يشتري بيتا في المنام يدل ذلك على أنه يعزز الأمن واستقرار وتكوين أسرته تكوينا صحيحا تاما. ومن رأى أنه يشتري بيت بثمن بخس في الحلم فإن هذا الرائي لا يقدر زوجته حق قدرها. فيما لو رأى الرائي أنه يبيع بيته ويشتري بثمنه بستانا فهذا الرائي يظلم زوجته ويدلل أولاده، وقد يطلق هذه الزوجة ويحتفظ بأولاده. وإن لم يكن متزوجا فإن هذا الشخص يظلم أهله، أهله هي أمه وأبوه وإخوته، ويبر أصدقائه. هناك نوع من الناس الذين يظلمون أهلهم ويبرون أصدقائهم. فمثلا من يرى في منامه أنه يبيع بيته ويشتري بثمن البيت بستانا فهذا الرأي إن كان متزوجا فإنه يظلم زوجته ويدلل أولاده، وقد يطلق الزوجة ويدلل أو يحتفظ بأولاده. وإن لم يكن متزوجا فإن هذا الرأي يظلم أهله ويبر أصدقائه. ومن رأى أنه يبيع بيته ويشتري بثمنه شيء حرام، يشتري الخمور أو يدفع هذه الأموال في الزنا إلى آخره، فإن هذا الرأي يدل على أنه يبيع عرضه وشرفه أو أنه إنسان ديوت. البيت القديم، من رأى أنه ينتقل ليعيش في بيت أهله مرة أخرى فإن هذا الشخص ينقل عاداته وتقاليده التي تمارس في أهل بيته، في أسرته القديمة في أهله إلى أسرته الجديدة، ينقل جميع العادات والتقاليد التي كبر عليها عند أهله الأصليين إلى أسرته الصغيرة. أو أن هذا الشخص أو هذا الرائي أنه يعيل أمه وأبوه. ومن رأى أنه يزور بيته القديم في المنام فإن هذا الشخص يحن للماضي أو يفتح سجلات قد مضى عليها الزمان. من رأى أنه يبني بيتا جديدا داخل بيته فإن كان في هذا البيت مريض شفاه الله، إلا أن يكون من عادة الرائي أنهم يدفنون الموتى في بيوتهم، لأن هناك بعض في الأسر القديمة كان الناس لما يبنون البيوت كانوا كذلك يحتفظون ببعض بمكان لدفن موتاهم، فيدفن الموتى داخل البيوت. إن رأى الرائي في منامه أنه يبني بيتا جديدا داخل بيته فإن كان بذلك البيت مريضا شفاه الله، لكن هذه الرؤية تؤول إلى شفاء المريض إن لم يكن من عادة الرأي أنهم يدفنون موتاهم في بيوتهم. فإن كانوا
من الناس الذين يدفنون الموتى وهم في بيوتهم، فإن هذه رؤية أول على أن يعني المريض سيموت، لأن هذا يدل على بناء قبر جديد داخل ذلك البيت. كذلك من كان في بيته إنسان مريض ورأى أنه يبني بيتا في مكان مستحيل يعني أن يبني فيه، أو رأى أنه يبني بيتا ويعني يملأه بالزهور، فهذه الرؤية كذلك تدل على موت المريض. وكذلك من يرى أنه يبني بيتا ويطليه بطلاء أبيض، كذلك هذه الرؤية تؤول بموت المريض الذي يعيش في ذلك البيت. ومن رأى أنه يبني بيتا في بيته ولم يكن بذلك البيت مريض، فإن كان هناك أعزب بالبيت تزوج، وإن كان متزوج فإنه هذا الرجل أو هذه المرأة سوف تزوج أحد أبنائها أو بناتها. البيت في البيت الجديد في المنام هو يعني شيء جميل، يعني من رأى أنه يستحدث أو يبني بيتا على أرض خالية فيه فهذه الرؤية تؤول أن هناك فائدة أو مصلحة آتية للرأي. كذلك قد يفسر بناء البيت بالأهل، قد يدل كذلك البناء في الحلم على الأصدقاء الأقارب، قد يدل كذلك على السلطة لمن كان أهلا لها، وقد يدل كذلك على أن يعني على أن الرأي سوف يحظى بخير كبير خير كثير آتي له في الطريق، على قدر يعني إتقانه وإحكامه وسمك جدران هذا البيت. يقول كذلك ابن سيرين في تفسير بناء البيت أن من بنى بيتا في قرية أو بلدة فإنه سيتزوج من تلك القرية، ومن رأى أنه يبني بيتا في غير وطنه تزوج امرأة لم يسبق أن يعرفها أو سمع ذكرها. وقد يدل ذلك كذلك على موت الرأي بعيدا عن بلده. كما أن البناء الجيد كلما كان البناء جيدا ومحكم وجدرانه سميكة في المنام تدل على المحبة والألفة والنسل الجيد. ما قيل في ترميم البيوت؟ إن كان البيت بيت عالم وتم ترميم هذا البيت، فإن هذه رؤية أول أن هذا العالم ستتجدد سيرته وذكره بين الناس. وإن كان البيت القديم في المنام الذي سوف يتم ترميمه بيت سلطان ظالم أو مجرم، فترميمه كذلك تعني تجديد سيرة هذا السلطان الظالم أو المجرم. هذا كل ما يدور حول رؤية البيت أو البيوت في المنام. من كانت لديه رؤية خاصة عن رؤية البيوت أو البيت في المنام، فما عليكم إلا أن تكتبوا إلي كومنت وإن شاء الله أفسرها لكم. أشكركم على كل تشجيعاتكم وإعجابكم بموضوعاتي. أدعوكم تفضلا وليس أمرا أن تشاركوا قناتي مع كل أحبائكم ورفاقكم وكل من تريدون لهم الخير. وشكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.